تحية لمن تحب. صباح الخير أصدقائي. صباح الخير يونات. وش بك زعفان؟ راني زعفان بزاف يونات، لخاطر كاين أصدقاء راهم زعفانين منا وبعثونا رسائل يقولونا ما جوزتوناش صورنا وما نحبكمش. معليش مرمر، هذو أصدقائنا الأوفياء وراهم متحمسين يشوفوا صورهم في حصتنا، خلينا نطمنوهم أنه كل الصور اللي تبعثت راح نجوزوا منهم في كل حلقة مجموعة. فقط نوضح لكم حاجة، كاين اللي بعثوا إهداء لشخص عزيز عليهم لكن ما بعثوناش صورته. وعلى هذا عودوا أرسلونا صور وفيديوهات على رقم الواتساب الظاهر أسفل الشاشة. ياي راني فرحان ومتحمس بزاف باش نبدأ في قراءة أول إهداء جانا من صديقتنا سجود ووائل من جيجل، واللي راهم يتمنوا النجاح لقناة 4Kids في انتظار البث بفارغ صبر. أما إلينا شمام من مدينة بسكرة راهي تقول صباح الخير لأحلى قناة في الجزائر. أنا عمري 6 سنوات، أحببت أن أهدي تحياتي لإخواتاتي أريناس وآنيا ونقول لهم أحبكم كثيرا. أشرف وأميرة من ولاية بومرداس راهم يقدموا تحياتهم لكل أعمامهم وأخوالهم وخاصة الجد والجدة اللي حبوهم كثيرا. واو. ومن ولاية سمسيلت رسل محمد نذير ميشيش تحياته لخوه عمران، وراه يقول لخوه معاذ ربي يشفيك أخي وربي يسعدكم إخوتي الأعزاء. أما صديق عبد الجليل خلاخلة يقول أخته جينان نحبك ونحب ماما وبابا. الكتكوت صاحب 3 سنوات سلمان بنوار من العاصمة راه يقول خوه الصغير محمد أحبك كثيرا. وفور كيدز أنت قناتي المفضلة. جاتنا رسالة من الأخوين أمير نجم الدين وآدم رمضان بقزولة، حبوا يقدموا تحية لابن خالتهم داني رسيم من نادي اللي يسكن في ولاية غليزان. داني رسيم راهم يقولوا لك لقد اشتقنا إليك كثيرا ونتمنى لك الصحة والعافية. الحبوبة ديب نسرين تتقدم بأحر التهاني لقناة 4Kids وتتمنى لنا مزيدا من النجاحات. كما راهي تبلغ تحياتها وسلامها لأولاد خالتها أميرة وعلوش في كندا. أنيس وأسيل اللي بعتونا صورتهم وحاملين علامنا فخر كل الجزائريين، حبوا يقدموا إهداء لخوهم الكتكوت براء ويقولوا له نحبوك المينوش ديالنا. واح براء، ومن وسط الثلوج البيضاء ورجل الثلج بعثت لنا رقية تحياتها وتهديها لأختها إسراء، كما راهي تتمنى التوفيق وتحياتها لقناة 4Kids. ننتقل لإهداءات الأحفاد للأجداد، وإن حبت الكتكوتة لين ماريا ديب توجه تحية لجدها وتقول له نحبك جدو. من مدينة الأربعاء ولاية البليدة بعت لنا محمد إسلام منصور وراه يرسل تحياته لخوه بلال وأخته المازوزية مريم. لحقنا الفقرة إهداءات عيد الميلاد، وإن جانا إهداء من عند قطر الندى اللي تقول لأختها مريم البتول بمناسبة عيد ميلادها 6 عيد ميلاد سعيد أختي. راهو يقول لخو جابر اللي قفل 7 سنوات عيد ميلاد سعيد خويا. وإسلام اللي قفل عامه الثاني راهو يقول لخو قاسم عيد ميلاد سعيد. وأخي شوق يدفعني لأراها، أمي ذكرى لا أنساها، طيف أنقى من زبد الأيام أبقى. أنا وأخي مرمر نقول لأصدقائنا الثلاثة طه وغزلان كرسنا وبشرى عيد ميلاد سعيد وكل عام وأنتم بخير.